اهلا وسهلا ويا صباح أهلاً الورد. صباح الخير. صباح تفضلي. ازيك امل عامله ايه؟ اهلا وسهلا امل. تفضلي. شكرا شكرا على استضافتكم. اهلا وسهلا. احنا جينا لك على الجرح. موضوع اذا انت معي ولا معهم على العقاب والثواب والخوف وقد ايه ممكن ياثر بشخصيه الطفل. يعني مع العقاب والثواب ولا ضده؟ هلا انت شكلك ضد، انت شكلك مع العقاب والثواب صح؟ لا مو دائما، على حسب يعني. طيب والخوف قد ايه يعني الخوف من العقاب بيأثر على شخصية الطفل حتى لما يكبر بيصير شخص شخصيته ضعيفة كتير؟ خبريني عن هذا الموضوع بالتحديد. أكيد أتوقع أن الطفل إذا كان دائما متربي على أنه إذا ما سويت هذا الشيء راح يصير العقاب الفلاني، فنفس ما قلتي يولد خوف عنده داخلي، فهذا الخوف إذا كبر معاه يوم بيكبر وينطلق للحياة العملية بيكون ذو شخصية مترددة نفس ما قلتي، ما يقدر ياخذ قرارات بنفسه، مثلا يشوف الحياة ممكن بطريقة سلبية، ما يكون عنده أساسا الشخصية الصح اللي هو يقدر يواجه فيها الحياة. صحيح عندك حق. أمل من شوية كمان كنا بنتكلم في موضوع تاني إنه في ناس بعض الأشخاص بيخافوا يفكروا أو بيطلقوا عليه الخوف العقلي، فحابينك تكلمين على الموضوع. أوكي، هل مثلاً يخافون من موضوع معين؟ أو لا، يمكن بيخافوا يفكروا خارج الصندوق حتى أو يفكروا لا داخل الصندوق. يعني مثلاً الشخص المتردد دايماً أوكي. هو بيخاف ياخد قرار، بيخاف يفكر في موضوع معين. في ناس على فكرة، أنا مثلاً واحدة من الناس دي، أنا بحبش أدخل في قصص العفاريت والجن، أخاف أدخل فيها، محبش حتى أفكر في عقلي وأنا حتى لو لوحدي. فأنا ما قريت على الموضوع لقيت لأ أنه في فعلاً مصطلح اسمه الخوف العقلي، أنت أوكي. بتمنع عقلك أنه هو يفكر في شيء معين. أوكي، الخوف العقلي ممكن يكون شيء موجود في العقل الباطن، تكون من سواء عوامل خارجية أو عوامل داخلية. فالخوف العقلي يعني الخوف هو نفسه أصلاً، مصطلح الخوف ما تقدرين تتخطينه إلا إذا واجهتي الخوف نفسه، خوفك من الشيء المعين. ممكن يكون الشيء بسيط بس عقلنا هو اللي يكبر الموضوع. يعني مثلاً من أكبر المخاوف، وهذه من الدراسات العالمية، أكبر المخاوف شو تتوقع؟ الناس يخافون أكثر شيء من الوقوف أمام الجمهور. ليش؟ لأنهم بيكونون في وجه المواجهة. أكيد طبعاً. والعيون كلها يمكن موجهة. يمكن طبعاً صحيح. بالضبط. كلامك صحيح أمل. يعني بعتقد إنه نحن ممكن بنتعامل مع كاميرا بالتلفزيون، أما الجمهور يمكن تكون في رهبة أكثر. بس فعلياً كيف بتفسري هاي الظاهرة؟ إنه والله لو واحد واقف قدام جمهور، ليش الخوف؟ يعني الخوف من شو؟ شو اللي عليه علامة استفهام؟ أوكي. أول شيء تفكيرك الداخلي، أنت كيف فكرت؟ مثلاً في شخصين بينحطون في نفس الموقف يقفون أمام الجمهور، في واحد بتشوفه واثق وعادي يتكلم بكل طلاقة، وشخص ثاني تشوفه متردد ومتخوف ويتأتأ مثلاً. ليش؟ لأنه مثلاً حط في باله أو تخيل أنه أنا ما بقدر أسوي هالشيء، أنا أخاف، أنا كيف الناس بتشوفني؟ شو ردة فعلهم؟ كل هذه الأمور، لأن الفكرة أساساً في العقل الباطن، لأن في حتى يعني دراسة علمية أن العقل ما يفرق بين الواقع والخيال. تخيل أنت لهذه الدرجة، عقلنا ذكي بس أنت اللي تستغله بالطريقة الصح. فإذا أنت فكرت بطريقة إيجابية وبنيت نفس ما يقولون توكيدات إيجابية يعني وثقت في نفسي وما إلى ذلك، تقدر تتخطى هذا الخوف. إذا واجهت خوفك بتكسره مرة على مرة، طبعا مش من مرة واحدة. انا كمان حبيت الكلمه اللي انت قلتيها من شويه، انه بيبقى الموضوع جدا بسيط ولكن عقلي هو اللي بيكبره. انا مش يعني عايزه تفسير للقصه، يعني يمكن انا استفيد منها شخصيا في المشكله اللي انا حكيتها لك من شويه بتاعت العفاريت. شو بدك فيها؟ قولي لي شو بدك في هالقصه، ان كيف ممكن الانسان يتخلص من اتغلب انه يعني اعمل كنترول على مخي ما خلوش يكبر لي المشكله. احاول اني أتواصل مع ذاتي، يعني أحاول أفهم نفسي أنا ليش خايفة من هذا الشيء، أحط الأسباب وأحط هذا الخوف أمامي وأتخيل أني أنا قاعدة أكسر هذا الخوف وأروح له بنفسي. أحاول مثلا أستشير ناس مروا بهذه التجارب، أسمع مثلا في بعض المخاوف، يعني في مخاوف تكون جديا أمراض نفسية. نعم. أوكي، في أنواع من الفوبيا يعني معروفة،
فهذه يعني ينصحون فيها ان الواحد يروح يزور طبيب, يزور طبيب نفسي, ومو بعيب. صح, يعني في ناس صحيح. تشوف ان اذا قلت لها والله انا ابغى اروح اشوف دكتور نفسي يقول لك انت مينون, انت فيك شيء. يعني صح, هم دائما يعني للاسف يعني هاي مفهوم يعني عند العرب اكثر شيء. صح, ولكن الاجانب ما شاء الله كل واحد عنده طبيب نفسي, عنده مستشار اصلا. مستشار ما شاء الله يعني لانه بيساعدك تتخطى مشاكلك بسلام. يعني انت هيك عم تتخطى مشاكلك, بس يمكن بوجود الطبيب تتخطى بسلام كبير. بس امل, بدي اسالك, هل كل شخص خجول بالضروره يكون ضعيف, ولا في حالات الخجل ما بيترافق فيها مع الضعف؟ يعني ممكن يكون خجول بس انه قوي من جواته. ممكن في, ممكن تكون شخصيته قوية ولكن هو خجول. مثلا أخجل أني أطلب الشيء الفلاني, أو أخجل أني أروح أتكلم أو أني أقول رأيي. فهذا مو بعدم ثقة بالنفس, ولكن شيء داخلي يمكن هو ما جرب أو ما حاول أنه يكسر هذا الخجل. ليش؟ من أفكاره الداخلية نفس الشيء, أنه مثلا إذا أنا قلت هذا الشيء راح يصير هذا الشيء فلاني ما إلى ذلك. أنا مش عارفة, أنت حضرتي الخناقة اللي كانت شغالة ما بيننا من شوية ولا لأ؟ كانت في خناقة على مين مع مين والكلام ده. أوكي. نوار كان رأيها في الخناقة اللي صارت دي إنه الأهل ليهم دور مهم جدا وعامل رئيسي في تكوين شخصية الطفل. يعني مثلا ما ينفعش يا أمجد إنه أنا يكون عندي ابني إنه أعمل قدامه غلطات أنا بمنحها منه, فقد الشيء اللي يعطيه. ما ينفعش أقول له حبيبي ما ترميش حاجة في الشارع عيب وأنا أكون برمي. ما ينفعش أقول له حبيبي أنت ما تقولش لعمه كلمة وحشة وأنا أكون بقول. فأنت بتشوفي إنه دور الأهل يعني المفروض يعملوا إيه مع الأطفال؟ إزاي الطريقة الصحيحة للتربية؟ إزاي الطريقة الصحيحة لعلاج ضعف الشخصية؟ وخصوصاً إنه في مؤثرات من العائلة نفسها. صح, على هذا الطفل. بالضبط. البيئة جداً مهمة لأنها تصنع الشخصية. من أول ما الطفل ينولد أصلاً هو ما يكون عنده ولا شيء, صح؟ ما يعرف شو هي الحياة. هو يبدأ يتربى على أفعال الناس اللي حوله, أهله, أمه, أبوه, إخوانه, ويبدأ يتربى على الأشياء اللي يسمعها ويشوفها. وخصوص موضوع التربية يعني طبعاً أنا ما خذت يعني ما جربت, بس عندي أخوي الصغير, فأحس هم الأهل هم الأساس. إذا كانت البيئة صحيحة هو بيطلع صحيح. بس لحد إمتى أمل؟ يعني أنا هفضل الأساس لحد سن 13 14 سنة, بعد كده هو هيضطر إنه يختلط بالمجتمع والبيئة. حتى هلأ صاروا يراهقوا على بكير, يعني هلأ 14, لا أكيد مش 14, قبل بكتير. متنسيش الإنترنت بيوقف حد من 10 سنوات حتى ممكن. إيه, لأن كل شيء تغير, صرنا في عصر التكنولوجيا. بس أنا أقدر أتحكم بابني بأني أنا أختار هو شو يشوف, بأني مثلا أنا أتفق معاه من البداية, شوف حبيبي عندي عنا نص ساعة اليوم بنشوف هذا الشيء المعين, وأحاول أني أمني وقته مثلا بأي نشاطات أشاركه في نوادي, هذه الأمور كلها. في مشكلة كثير يمكن كثير من الآباء والأمهات بيغفلوا عنها, خاصة مع الطفل الخجول. بما أنه ذكرنا الخجل, أحيانا بيكون ضعف الشخصية. صح, ممارس من قبل الكبار. يعني ضعيف الشخصية يمارس قوته على اللي أصغر منه, الأطفال. البقاء للأقوى. وين بصير هذا يا أمل؟ بالمدارس. أحياناً في مدرسين, خلينا نكون واقعيين وشفافين, ضعيف شخصية لأنه بي 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 بيحط عقله بعقل صغير. خلينا أيواء ولا تعال وأنا هنقصك درجات وأنت ما عملتك. يعني مثل ما بنحكيها بالعامية, حط نقره من نقر ولد صغير ودوبه من دوب ولد صغير. شوفي لوين صغرة العقل. للأسف يعني يمكن طفل عمره يمكن 10 سنوات ولا 11 سنة, هذا الطفل مورس عليه العقد النفسية. أوكي, مخرجات الطفل هذا لما يكبر كيف راح يكون؟ بياخذ هذه يعني الطباع كلها من أهله. هل بينفجر وبيطلع من شخصيته اللي هو كان صغير, ولا راح تستمر؟ يعني والله يعني عارفة, بحس يا أمل يعني صح كلامك يا أمجد جدا, بس أحيانا انت اصلا الطفل ده بتبقاش عارف تعمل معاه ايه. يعني ولا عايز يتراضى ولا عايز يخاف من العقاب, احيانا بيكون عنيد يا امل. اوكي, يعني انا بشوف انه الاول اعالج ضعف الشخصيه الموجود في الاب او الام او المدرس زي ما قال امجد, بعدين الجا الى الطفل. انت ايه رايك اصلا؟ يعني انا عايز اعرف المراحل المفروض انا اتم اعملها عشان خاطر اعالج ضعف شخصيتي مثلا. اذا انا لاحظت ان مثلا هذا الابن في ضعف شخصية,
فمن الأمور اللي ممكن من البداية أخليه هو ياخذ قراراته بنفسه فأشياء بسيطة، يعني small steps توصلنا لمراحل كبيرة، صح ولا لا؟ فهذه نقطة. النقطة الثانية أخليه ينخرط بالحياة العملية حتى الكبير، والله بنشوف ناس كبيرة يا أمل ولا بتعرف تحكي ولا بتعرف تاخد قرار، وعندهم كلام الليل يحوم النهار، لا قرار ولا كلام الليل يحوم النهار. بس أنا عندي فضول أعرف شغلة، عم نحكي عن ضعف الشخصية، بتقوى مثلا الشخصية أو بتتغير في حال تغيرت البيئة؟ لأنه غالبا ضعف الشخصية بتكون بسبب البيئة الموجودة، في حال طلع من برا هاي البيئة رح يضلوا ضعيف؟ أوكي، أنا بجاوب عليك بآية من القرآن، الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلو كان في شخص ضعيف الشخصية وجدام أو حوله أحسن بيئة في العالم ولكن هو لا يرغب في التغيير من الداخل، عمره ما راح يتغير. صح. ما في أي شيء يقدر يساعده غير نفسه. حبيت عارفة مريحة أنت جدا في الحديث كده وركزة وهادية وعلى شخصيتك. عايز أسألك سؤال، قد إيه صعب اللي أنت بتعملي ده؟ انك تعدي العشرة قبل ما تردي تفكري، يعني بحس ان انت عاملة تدريبات لكده؟ لا امال ده طبيعي فطرة. ده هو الهدوء فطرة. والله بجد ناس كتير بتعاني على فكرة، يمكن انا واحدة منهم، بحس نفسي انا متسرعة في الكلام، بكلم بسرعة بكلم، يعني عارفة ان هو ريلاكس من افضل اقول يعني شو كده. الخلطة السحرية دينا الخلطة السحرية. اوكي شوفي، انا بقول لك بداياتي كنت احب اتكلم قدام الجمهور بس ما في فرصة أو ما أعرف شو أسوي، لين ما دخلت في كورس ودربونا طبعاً إنه يوم نوقف كيف نتكلم وين الوقفات، فهذه الأشياء كلها هي الحمد لله اللي نمت شخصيتي، وبعدين أخذت مدرب دولي معتمد، فهذه كانت خطوة أكبر إن أنا بكون مسؤولة إذا وقفت قدام أي حد أو تكلمت، ففي عندي يعني رخصة معتمدة إن أنا أقدر أتكلم، وفي نفس الوقت إنه يعني مو بشيء هين، فهمتي كيف؟ صحيح. فكله بالتدريب وايد اوقات اقعد اتخيل نفسي اسوي سيناريو مع عقلي، شوفي كله بالعقل، ف وتنشري طاقه ايجابيه كل الوقت، يعني الموضوع مو سهل، يعني انت حتى لو كنتي متضايقه انت مجبوره تنشري هاي الطاقه الايجابيه، يمكن الناس لا شوفي ماخذينك قدوه. اوكي صح الحمد لله. موضوع الطاقه الايجابيه بقول لك يعني بطريقه مبسطه، الانسان مش دائما بيكون ايجابي ولا دائما بيكون سعيد، يجب أن نتعلم أن نحن نتقبل أي شيء يمر في حياتك، وإذا كنت حزين ما بلازم تروح تشتكي للناس وتراويها حزنك والطاقة السلبية اللي عندك، لا صح. خذ وقفة مع نفسك، وقت بروحك، بعدين رجع للناس مرة ثانية بطاقة إيجابية. طب والثقة بقى، يعني مثلا الثقة اللي عند أخونا أمجد ما شاء الله دايما على طول واثق من نفسه زي ما انت شايفة كده وجنتلمان، فاحنا نفسنا ناخد من شوية ثقة من عند أمجد كده. لا والله انت انت معلمة، والله انا معلمة ثقة، انت معلمة ثقة ما شاء الله، يعني على مستوى احترافي، الله يحميكم يا رب العالمين. قصة الثقة كيف الواحد ممكن انه يرجع ثقته بنفسه، يعزز هاي القيمة ويشتغل عليها؟ أحس نظرتك لنفسك هي أهم شيء، لأن أنت إذا كنت تتأثر بكلام الناس من حولك فهذا ممكن ينزل من ثقتك بنفسك، إذا كنت تتأثر بالمجتمع اللي حولك، فأول شيء نظرتك لنفسك، تكون واثق من نفسك، من يعني من شخصيتك، ما تهتم باللي حولك، تأخذ منهم الأشياء الإيجابية ولكن تبتعد عن الأشياء السلبية. ثالث شيء إنك كيف يعني إن يكون في ناس إيجابيين من حولي، أحاول إني أنا أحيط نفسي بهذه البيئة دائما يعني قدر المستطاع، فهذا بيعزز ثقتي بنفسي وأسعى وراء طموحاتي وأهدافي، لأني كل ما أحقق هدف بثق بنفسي أكثر، بقول آه صح أنا سويت هذا الشيء، أنا أقدر، أنا كذا كذا كذا. رؤيتك لنفسك كيف تشوف نفسك؟ بس ما بتحسوا في نوعية من الأشخاص اللي بنقول عنهم شخصيتهم ضعيفة لكن هن بيحاولوا دائما يوصلوا للناس بالصوت العالي، بالصراخ، بأنهم يسكتوا الموجودين بطريقة مزعجة جدا، لكن لو شفتي بالحقيقة أو بالواقع أو خلف الكواليس تلاقي هدول الأشخاص ضعاف جدا، صح. مو قادرين يواجهوا مشاكلهم. فشو رأيك بهذا النوع من الأشخاص؟ كيف ممكن نتعامل معهم؟ كيف ممكن هم كمان يساعدوا حالهم ليطلعوا من هاي الحالة؟ أوكي، الشخص ضعيف الشخصية ليش يتطرق لأنه يرفع صوته أو ما إلى ذلك؟
لأنه يمكن هو يحس بنقص داخلي. بس أنا صراحة يعني ما واجهت ناس نفس شيء إنه هو ضعيف شخصية فيقوم يرفع صوته يعني دفاع عن دفاع داخلي عن نفسه عشان ما يبين الشيء اللي هو فيه أساسا. فأعتقد إن نفس هذه الشخصيات ما حد يقدر يساعدها إلا إذا هم قرروا يساعدون نفسهم، ونفس ما قلت لك استشارات وما إلى ذلك، لأن هذا يمكن يكون عقدة نفسية داخلية قديمة فما حد يقدر يحلها غير الشخص نفسه. والله يا أمل أنا عندي حل أبسط من كده، اللي عنده مشاكل يتصل بيك تحلها له أحسن في التليفون ونريح نفسنا. أمل شرفتينا ونورتينا وكنتي ضيفة جميلة وخفيفة، وإن شاء الله لينا لقاءات تانية مع بعض ونروح بريك. شكرا على استضافتكم حبيبتي، نورتي. نروح بريك وبنرجع تاني إن شاء الله.